الثقافة والفن هي طريقتنا في التعبير عن اللي بيدور حوالينا، وسيلتنا للتعبير عن مجتمعنا، طريقنا للتغيير. مشروع هدفه إعطاء الشباب أداة للتعبير عن نفسهم من خلال صناعة الأفلام. والاستشفاء من خلال الفن كمشروع الفن والإبداع لبناء الصحة النفسية للسيدات. كل شخص له حق فرصة تانية، عنوان مشروع الجمعية لمكافحة الإتجار بالبشر خصوصاً الفتيات، ومن خلاله بنهدف إلى التوعية بضحايا الإتجار المحتملين، وبنساعد المجتمع المدني على تبني مبادرات فعالة لمكافحة الإتجار وإعادة تأهيل الضحايا وتقديم المتاجرين للعدالة. أسست جمعية الفن للتنمية تحالف لمناهضة الإتجار بالبشر ويضم 22 منظمة، وبالتعاون مع شركائنا قدرنا نوصل لقصص بعض الضحايا وتم تطويرها في شكل فيلم درامي بيحكي حكايات فتيات تم الإتجار بهم. فيلم سرجي مرجي، وحيستمر استخدامه كأداة لتوصيل صوت ضحايا الإتجار بالبشر للمجتمع والمطالبة بفرصة تانية في الحياة. زي ما قلت لحضرتك تمام يا جناب رشيد بيه، بنت عفيفة وتستاهل اسمك. جمعية الفن للتنمية تدرك تأثير الإبداع النسوي في التغيير الإيجابي كالكتابات في مجلة نون الإلكترونية. نون منصة للكتابة النسوية ومكان التقاء للسيدات من مختلف الخلفيات لتقديم الدعم لبعضهم البعض. قدرت نون في 2017 إنها توصل ل 913 ست من خلال 53 ورشة في 5 مدن مصرية. ومن أهم الورش اللي بتقدمها احكي يا نون، قصة كل أم، وورش مختلفة للعلاج بالفن زي العلاج بالرقص والكتابة والسايكودراما والرسم. وكل شهر بتطلق نون من خلال موقعها على الإنترنت حملات بتناقش قضايا وأفكار مختلفة. ولتدعيم الشباب أطلقت جمعية الفن للتنمية العيلة تي في، وهو بوابة إلكترونية بتجمع الشباب المبدعين للتعبير عن نفسهم من خلال كتابة السيناريو وإنتاج الأفلام القصيرة. وقدمت العيلة تي في ورش في تطوير كتابة السيناريو السينمائي القصير، وتم إنتاج منهم أفلام قصيرة منها فيلم صندوق عرايس حاصل على 4 جوائز في مهرجان يوسف شاهين السينمائي. دربت جمعية الفن للتنمية 64 متدرب في 7 ورش عمل إعلامية في مجالات مختلفة، وتعاونت مع شركة رؤى للاستشارات والتدريب لإنتاج فيلم وثائقي قصير عن مشروع تاج 2. الفن للمجتمع، للسيدات، للأطفال، للرجال، للشباب، كل شخص له حق الحياة الكريمة. وكده تبقى 2017 إضافة لجمعية الفن للتنمية في رحلة الإبداع بهدف التغيير.